في الإقبال الجماهير النهاردة؟ هل هو لا وعدد يعني ما كناش متوقعينه بصراحة أول يوم يعني، بس كانت يعني في بداية الصباح يعني ظنت إن اللجان لن تكفي الأعداد. واحنا شغالين يعني من أول اللجنة. وخصوصا كان في ضغوط جامدة يعني النهاردة، بس الحمد لله. اللي اختلف في هذه المرة عن انتخابات الشعب والشورى، يعني هل هناك أي معوقات تم تلافيها فسهلت على الناخبين؟ هو طبعا احنا حاولنا ان احنا نمسك المجموعة بره وجوه، اللجنة بره وجوه، منسقين وهنا، بحيث ان احنا نلم العدد كله يعني ان شاء الله. حصل أي مشاكل اشتباكات كلامية طول اليوم ولا الجو زي ما احنا شايفينه؟ الناس هادية وكله عارف ايه اللي هيعمله ومعدية الحمد لله يعني. الحمد لله. الحمد لله. شكرا شكرا جزيلا. تعرف بيك مندوب عن مرشح الفريق احمد شفيق. مندوب عن الفريق احمد شفيق. علاء زهران مندوب عن الفريق احمد شفيق في لجنه الصناعه الميكانيكيه بنين بطنطا. اهلا بك يا استاذ علاء. طيب يعني ما الذي تراه مختلفا عن انتخابات الشعب والشورى بالنسبه للمندوبين اذا كنت تابعت في انتخابات الشعب والشورى؟ بجد ان في تناسق كبير جدا بين المندوبين المرشحين، كله بيعتبر طبعا من اجل الحفاظ على هذه الانتخابات، وتخرج بروح جميله جدا ما بين كل المرشحين، بحيث نقول للفايز مبروك ونمشي وراه. وبعدين انا بحيي الشعب المصري، بحييه على روحه الجميله جدا واقباله واصراره على اجراء انتخابات قويه تدل على النزاهه في انتخابات، وبحيي طبعا القوات المسلحه على تامينها للانتخابات. بصراحة اللجنة بتسير بسلاسة وبنسق جميل جدا. كان بعض الناس بيتكلموا عن ان الخوف كله من المندوبين والقلق الذي يثيرونه في اللجان. لا بالعكس، في معك هنا من المندوبين. في طبعا الاخ طبعا مندوب عن الدكتور ابو الفتوح، والاستاذ محمد مندوب عن الدكتور محمد مرسي. احنا هنا اخوة واصدقاء، هدفنا ان احنا نحافظ على خروج العمليه بطريقه جميله جدا، وده كله في صالح الشعب المصري. هي مباراه كره قدم، بنقول الفايز طبعا مبروك وبنمشي وراه كلنا، وبنقول الخاسر هارد لك، ومفيش خاسر اصلا، لان الفايز والخاسر هو لصالح مصر كله، مفيش حاجه اسمها خاسر، كلنا بنعمل لصالح مصر. وبحيي طبعا زملاء اصدقائي مندوبين المرشحين الاخرين، ودي الروح الجميله اللي بيتسم بها الشعب مصر كله، والمصريين بصفه خاصه طبعا هم يحبوا الكلام ده ويحبوا بعض، احنا بنحب بعض. الروح دي فعلا، لا يا جماعه يعني ما روح ملفته. ده موجوده فعلا. كان بعض الناس يراهنونا. اتعرف على حضرتك. محمود سلامه مندوب دكتور ابو الفتوح. يا استاذ محمود اتعرف كمان. محمد فايز مندوب عن الدكتور محمد موسى. اهلا بك يا استاذ محمد. طيب استاذ محمود، في بعض الناس كانوا يعني بيرسموا صوره قاتمه عن تعاملات المندوبين، انتم الان ترسمون صوره مختلفه تماما يعني. لا بصراحه من الصبح يعني ما لكش تعاون، احنا يعني احنا نفسنا ما كناش متوقعين التعاون ده. من مين تقصد؟ يعني المندوبين مع بعض يعني ممكن نتناوب عن بعض في المراقبه، يعني ممكن المندوب استاذ محمد مرسي واحمد شفيق ممكن. مثاليه قوي يعني في الحقيقه. انتوا عارفين بعض قبل كده ولا ايه؟ لا لا لا. التشريعيه طيب كنتوا متفقين على مرشح واحد؟ لا لا خالص. يعني انت تثق في مرشح اخر لمندوب اخر؟ هو سواء الشخص مع المندوبين ممكن نثق مع بعض، لكن هل نثق في المرشحين نفسهم؟ طبعا انت عارف الكلام. قصدي على المرشحين، هتكلم عليكم انتم مش قصدي على المرشحين. كمندوبين ممكن لكن على مستوى المرشحين. المرشحين؟ لا يبقى انا اللي غلطان. انا عاوز اقول حاجه، احنا اتفقنا هنا على حب مصر وعلى الخروج بمصر الى بر الامان. طب انت شايف ان الشعب بره هنا، انت بتقول هنا استاذ علاء، هل شفت الناس وهي مقبله؟ لان كان في ناس احتدت على بعضها في الفتره السابقه، ما نعرفش السبب كان ايه. يعني ايه السبب اللي حصل واثار الامر بهذا الشكل؟ كنا بنشوف ناس بتخسر اصدقائها على التواصل الاجتماعي في الفيسبوك وغيره. هل ده يتحقق اليوم في هذا التعاون وهذه؟ انا وجدت اليوم ورايت اليوم وحده وطنيه وملحمه بين افراد الشعب المصري كله بكل طوائفه. انا بحيي هذا الكلام. القله المندسه اللي داخله في الشعب المصري دي هدفها تخريب الشعب المصري. سمعنا اخبار وفي الاخر يعني هي كذبت، يعني مش عارف انصار مين اشتبكوا مع انصار مين في قريه ايه، انا بتكلم عن المحافظه الغربيه، وكذبها المسؤولون والمعنيون. هل ترى ان هناك احد يحاول ان يثير قلاقل؟ سيادتك شايف ده خير مثال تقدر تشوفه قدامك بعينك. جميع مندوبين المرشحين دلوقتي القوات المسلحه قايمه بدور هايل بصراحه النهارده. يعني فرق عن انتخابات الشورى والشعب؟ بكتير. يعني كثافه التامين او قوات الامن الموجوده في كل لجنه اضعاف الموجوده في اي انتخابات تانية او استفتاءات تانية قبل كده.
مش شفناهاش قبل كده بصراحه. طب هل تعود الناس يا استاذ محمد يعني تعود الناس والانتخابات والمصلحه ضابط انتخابات مجلس الشعب وعرفت ان صوتها مؤثر وعايزه كمان البلد تستقر اكتر فعرف اهميه انتخابات الرئاسه واهميه الرئيس في استقرار البلد فعشان كده نزلوا بكثافه اكتر تمهيد لاستقرار البلد ده. طيب تعتقد ان كان في اي خروقات في سمعت عن اي خروقات كمتابع يعني؟ لا داخل اللجنه عندنا الحمد لله ما فيش خروقات خالص يعني بل بنحاول ننجز ونسهل عمليه الانتخاب للناس وفي تعاون بيننا وبين المستشار برضه في كل حاجه فمفيش اي خروقات. لجنتكم في الحقيقه الصناعيه الميكانيكيه في طنطا يعني معنى ان النهارده 50% وبكره ال 50 التانيين وصلنا لحد دلوقتي حوالي داخلين على 2300 ناخب من اصل 5400 يعني قربنا. وصلتم مع مندوبين اخرين مثلا وصلتكم الصوره في لجان اخرى تقريبا واحنا حسب اللي انا سمعته المندوبين بتوعنا تقريبا احنا كنا اقل اقبال يعني في لجان تانية ما اقولكش واقفه طوابير لحد بره اللجان في الشوارع لحد دلوقتي يمكن عددها اكبر كتير 5000. هل في لجان اكتر من كده؟ لجان بتوصل ل 8000 يعني يا ريت كثافه اللجان دي تقل المره الجايه. انا عامله ضغط جديد علينا في الشغل على سعاده المستشاره من الساعه 8 صباحا لغايه دلوقتي عمل متواصل طوال اليوم ما فيش فرصه. محمد اكتر يعني اجراء سهل الامر على الناخب وجعل هناك سيوله بالاضافه الى تنظيم القوات المسلحه كما ذكرت يعني نزول البيانات الناخبين على النت ادى فرصه لكل ناخب يعرف مكان لجنته بيبقى جاي مؤهل عارف مكانه وهيدي صوته فين ده بيدي تسهيل لعمليه الانتخابات. توحيد اللجان كلها هنا في مقر واحد فالناخب بيدخل على طول على المقر فيه عدد كبير فده سهل بعض الاجراءات بس كثافه العدد هي اللي عامله ايه ضغط في الشغل. بالنسبه استاذ علاء الاجراءات الامنيه للمبيت اليوم وايضا فرز الاصوات غدا هل كيف تنظر اليها كمراقب ومندوب عن مرشح؟ انا شايف ان القوات المسلحه قامت بدورها كويس جدا في تامين مقر اللجنه وتامين اللجنه بصفه عامه وتامين دخول وخروج الناخبين فطبعا هتكون تحت اشراف القوات المسلحه ويتم طبعا تشميع الحجره بالكامل باشراف المستشاره السيده رشا ميك كان بحيها جدا بصراحه على جهودها فالعمليه مؤمنه جدا 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 يعني وانا بثق في هذا الكلام كويس جدا ان شاء الله. جدا حد عنده كلام استاذ محمود؟ لا شكرا. انتظار الافعال من المرشح الذي سينجح اقول نتوكل على الله وان الحكم للصندوق وان نرضى بما يخرجه الصندوق ونسير وراءه جميعا من اجل مصر ومن اجل استقرار هذا الوطن العظيم. وايا كانت النتيجه احنا كلنا راضيين بها ما دام احنا اللي اخترناها. انا بشكر جزيره مباشر على المجهود اللي بتقدمه للشعب المصري في نقل الصوره بشكل صحيح في كل الظروف اللي مرت بها ثوره مصر من يوم 25 يناير حتى النهارده. بشكركم جدا جدا في الحقيقه يعني لا استطيع ان اقف حياديا امام هذه الصوره فكل مواطن مصري سواء اعلامي او غير اعلامي يتمنى لهذه الانتخابات التاريخيه ان تكون نزيهه وشفافه كما يامل هذا الشعب المصري بل والمنطقه العربيه. يعني هناك من وصف هذه الانتخابات بانها انتخابات عربيه وليست انتخابات رئاسة مصرية لأن بالتأكيد انتخابات الرئاسة المصرية تؤثر في كل ملامح السياسة العربية في المنطقة. بقيت دقائق معدودة ربما أجري فيها بعض اللقاءات قبل غلق الصناديق. تعرف فيك الأول؟ طيب تفضل يا فندم. آسف للإزعاج. شريف جلال مفتش حصار. الانتخابات اللي احنا بنمر بها ديت أبلغ رد على كل من اشتغل بالحياة السياسية وحجب عنا الصوت وحجب عنا الحقيقة وحاجه عنا ممارستنا الانتخابيه بمنتهى الشفافيه. بيحصل انتخابات فعلا قمه عن تعبير الراي المصري قد ايه. في تشكيك ان الشعب ده مش عارف مصلحته انه ما ينفعش معاه الديمقراطيه. الشعب ده صاحب حضاره اكتر من 5000 سنه. الشعب ده اصيل. الشعب ده يستحق معامله كريمه جدا. بس شويه باقي لسه شويه حاجات. في كتير من التطلعات بنامل ان الرئيس القادم يحققها للشعب. في فقه الخلاف والاختلاف ايه رايك؟ هل يعني عشان ما نبقاش نموذج يعني مثاليين اكثر من الواقع فقه الخلاف والاختلاف يعني بين انصار مرشح واخر تفتكر انها نموذجيه؟ هو اللي ممكن يقرب الموضوع يعني يقرب الحكايه دي ان احنا وجهات التشريعيه والسلطه التنفيذيه تكون يد واحدة مع الإنسان اللي هيجي مع الرئيس اللي هيجي دوت وتعاونه في تحقيق أحلام الشباب وأحلام الناس البسطاء. شكرا جدا يا أستاذ.
السلام عليكم. أوه. عمر محمد عمر. اهلا استاذ عمر، انت ناخب ولا واضح انك لسه ناخب طازه؟ حالا حالا. اهلا وسهلا. طب ليه جيت في الليل وما جيتش في النهار؟ كان ايه اللي اصلا؟ والله صدفه تاخير انا بالعمل يعني. مش عندكم اجازه النهارده بالتبادل؟ لا انا مش موظف، مش بعمل. تمام. طيب يعني الاقبال في هذه اللجنه كان كبيرا، هل تابعت في اللجان الاخرى؟ مررت على لجنه معينه ولقيت ان نسبه المشاركه فيها ضعيفه زياده؟ لا المشاركه عاليه، المشاركه عاليه. على اساس ان الناس اصلا يعني ايه، من وجهه نظري طبعا، ان الناس نازله وايه وعندها امل في حاجه كبيره قوي. الحاجه الاكبر ان واثقين ان صوتهم هيروح في مكانه. بس في ناس بتتكلم اذا جه المرشح الفلاني مصر مقبله على مش عارف حمامات مش عارف الدم، وناس تانية تقول اذا جاء المرشح الفلاني فمصر مقبله على عصر زاهر. ايه رايك في هذا الكلام؟ متخلفين يا فندم، متخلفين، متخلفين مش عقليا سياسيا. احنا عايزين نهرب بالبلد اصلا. انا بتكلم كلام عادي وبسيط يعني. احنا عايزين نهرب. كلامك كبير جدا. الله يخليك، الله يخليك. احنا عايزين نهرب بالبلد. فاللي بيعملوا كده مش مصريين، مش ممكن يكونوا مصريين، هم مصريين بالاسم بس وبالبطاقه. المفروض ايه طيب؟ يقولوا ايه؟ المفروض الصناديق اللي هيقول في الصناديق ان ده رئيس الجمهوريه كلنا مش وراه. الصناديق هي الحكم. طبعا. بس بشرط ان تكون نزيهه وشفافه. لازم تكون نزيهه. طب ثقتك ايه في النزاهه والشفافه؟ ثقتها عاليه طبعا. ولا وقت انت شايف؟ ولا كلمه، ولا كلمه. اشكرك جدا. الله يا استاذ عمر، شكرا جزيلا. خالد نعيم. يا استاذ خالد، انت هنا في اللجنه ولا ناخب ولا ايه؟ سر مساعد اللجنه. سر مساعد اللجنه. طب كويس قوي. الاجراءات اللي كنت بتتابعها طول اليوم كانت عباره عن اجراءات بنعرفهم على ارقامهم واللجان. اللجنه هنا مقسمه الف وب وجيم، فبنوجهه على الف او ب او جيم. بالظبط. تمام. في ايه اللي سهلتوه على الناخب في هذه المره اكتر وظهر ان له اثر في سرعه الاداء؟ هو حضرتك انا ما عنديش تجربه سابقه في الانتخابات، ولكن هنا كان في سيوله تامه في التعاون مع الناس بره يعني. بالظبط. تعتقد ان النسبه تتقفل بكره 100% ان شاء الله؟ لان 50% بيقولوا النهارده. هو الاقبال النهارده شديد جدا، وعايز ابلغ حضرتك ان بعد اللي انا شفته شخصيا من النهارده والنزاهه في الصناديق، ان يجب ان احنا نحترم الصندوق ايا كانت نتائجه. يبقى زي ما الدول، طالما الانتخابات مشيت بنزاهه يبقى اعتقد الخارج عنها يبقى خارج على شرعيه الصناديق يعني. تمام. صح كده عايز تقول؟ لا، اللي خارج عنها يبقى خارج عن الشرعيه. انما النهارده والناس المندوبين الموجودين شايفين ان العمليه ماشيه بنزاهه تامه. طيب انا أنا أستاذ خالد، لأن هسأل السؤال بناء على هذا الكلام وأعود للمستشارة رشا مرة أخرى، رئيس هذه اللجنة في المدرسة الصناعية الميكانيكية في طنطا. مستشارة رشا، الإجراءات في هذه الدقائق المتبقية لانتهاء اليوم الأول في الانتخابات. مفروض طبعا بنقفل الصناديق او الصندوق الوحيد اللي انا فتحناه، طبعا بيشمل الصندوق ده 2400 صوت بالتقريب، بنقفله باقفال بلاستيكيه اول اللجنه، اربع اقفال، بنختمه بالقفل الخامس من فوق، وبنشمع الشبابيك والصندوق بالشمع الاحمر، ومفيش طبعا. وبنقفل يا فندم. لو التوقيت حالا ممكن نتابع ده عمليا ولا حضرتك؟ بتقلي خلاص يعني كده؟ خلاص على ساعتنا لسه دقيقتين. تمام. ممكن حد يجي في الدقيقتين. بكره هتبداوا من 8 الصبح. 8 الصبح ان شاء الله، وانا ببقى متواجده من الساعه 7:30. بنظبط الاحوال وبنفرد الورق وان شاء الله. ليكي مشرشة في الانتخابات؟ لا طبعا، انا طلعت قبل كده التجربه بتاعه الاستفتاء على تعديل الدستور، بس واعتذرت في الشعب والشورى وطلعت في الرئاسه. بس يعني تجربة جيدة ولا لا؟ جيدة بصراحة جدا، ومثمرة وحاجة جديدة وبتفرحنا يعني. بحس ان في وعي للناس وكده، وان هم بدأوا يعرفوا مستقبل بلدهم. بس سؤال في دقيقتين يعني كده ممكن ولا نشوف الإجراءات لو تسمحين الناس تشوف، لأن لحظات تأمين الصناديق. في حد جاء؟ طيب كده غير النتيجة. الجون اللي جه ده هنخلصه بسرعة وبعدين نقفل مع بعض السنة دي، مفيش مشكلة. هو طبعا بالنسبة للتأمين احنا اتكلمنا عليه اليوم، وهذه لحظات ايضا ينظر اليها المراقبون بكل طبعا. في محضر القوات المسلحة والجيش بيمضوا عليه،
بيكون طبعا تحت تأمينهم وبيمضوا ان هو الصناديق يعني تحت رعايتهم وكده. وفي بعض المندوبين للمرشحين بيباتوا في المدرسة وبيقعدوا برضو، فما فيش مشكلة. توجيهات اللجنة العليا للرئاسة وأصلا أيضا رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة هنا في محافظة الغربية، هل هناك توجيهات وجهت للقضاء أو المسؤولين أو المستشارين المسؤولين عن رئاسة اللجان الفرعية والعامة إن هم يحاولوا ضبط الناخبين فيها؟ طبعا أكيد، لأن في بعض الناخبين بيحبوا إن هم يعني أقول إيه يعني يتعدوا على التعليمات الخاصة بعملية الترشيح، فطبعا لازم بيبقى معانا رئيس اللجنة على طول وبنحكي له على أي مشكلة، وطبعا بنسبة بطاقة الرقم. حصل هل أبلغت عن أي مخالفة اليوم أو لا؟ كنا في اللجنة عندي الحمد لله ما كانش في أي مخالفات خالص، يعني قدرنا نسيطر على الوضع بصورة كبيرة وما فيش مشكلة خالص الحمد لله. احنا مستعجلين على الصوت الأخير. طب اتعرف على الصوت الأخير بعد إذنك. أكيد. السلام عليكم. معاك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا جيت في اللحظه الاخيره معلش. اكيد هتفرق كتير في امرني يا امرني. الله يخليك. لا انتخب بقى انت وبعد كده عشان ايه باقي لك دقيقه كده تقول لك ده وقت ضايع والحكم يصفر، الحكم يصفر تبقى مشكله. محمد محمود. احنا معاكم في كل مكان على فكره صح؟ مش محمد محمود بس. احنا طبعا بنتابع هذا المرشح الناخب الاخير في هذا اليوم في الدقيقة الاخيرة، نتابعه. دي لحظة تاريخية بالنسبة لك. اكتب صح او هتكتب صح وغلط على حد تاني او صحين كده. لحظة تاريخية بقى اتعرف عليك لانك يعني اكيد اللحظة دي مش هتنساها. صالح عبد الوهاب حسونه نجم بالمعاش وسابقا مدير اداره مدرسه ثانويه للتربيه والتعليم، وانا جيت في اللحظه الاخيره معلش. تمام. انت ليه جيت متاخر كده؟ انا جيت متاخر علشان كنت واخد دور برد كده، ظروف يعني مش شغل ولا حاجه. بس قالوا مد من الساعه 9 كان ظني انه اخره 8. المد ده نفعكم جدا. المد طبعا هو النفع ربنا. طبعا حاسس ان في الساعه الاخيره فعلا كان في اقبال، يعني في الصيف ده يا ريت نمد ال10 كمان معلش، ولو نبدا 9 الصبح لان يعني بعض الجام بدات بعد 8. انا قدام لجنه بدات 8 او 12 دقيقه. المستشارين لو سمعوك كده هيعني لا المستشارين ما يزعلوش مني، انا بقول الحقيقه. هيقطعوك. ما يزعلوش مني، انا بقول اللي شفته معلش. لا فعلا الاقبال كان زياده فعلا. يمكن معنا نسبه الطراوه في الجو ايوه. اشكرك جدا جدا. عفوا حضرتك. سعدنا بيك. جزيره مباشر مصر ان شاء الله. اشكرك جدا. اشكرك. شكرا. نعود للاجراءات مع المستشاره رشا عزت مكي. احنا بنتابع مع حضرتك، اتفضلي يا فندم. شوف اللي بره ما احنا جبناها باين. شوف اللي بره. جت. انا مش عايز انا اللي اشرح في الحقيقه ايه اللي بيحصل. ممكن احنا بنلم جميع الاوراق اللي هي متبقيه وهتتلزق دلوقتي وهتشمع الصندوق، هتشمع والبيبان والشبابيك كله هيتشمع بالشمع الاحمر وتفتح الصبح. خطوه خطوه. دي الخطوه دي بتاعت تجميع كل الاوراق. الاوراق اللي هي بتاع اليوم اللي هي بتاع النهارده. تمام. الصبح بتتفك تاني قدام برضو المناديب وقدام كل الناس. خبر حضرتك بالنسبه بعد كده الصندوق هيتشمع برضو والشبابيك، شبابيك اللجنه. واحده واحده. انت مستعجل ليه ولا عايزني نمشي؟ احنا معاك للاخر. جمعنا الاوراق. جمعنا الاوراق. تمام. ده الاول اهو الاوراق اللي هي الباقي كلها بتتحط في قلب الكراتين زي ما هي كده في الحافظات اللي هي حافظات الاوراق الانتخابات ديت وهلزق كده. تمام. مال حضرتك كان دورك ايه النهارده؟ اتعرف بيك مع زيارتك. اهلا وسهلا. اسامه شيشيني منتدب من محكمه الاسره. من اسامه والف سلام عليك الاول. كان دورك ايه وسلمت ايه حالا؟
أنا سلمت طبعا الدفاتر اللي كانت مسلمة لنا أول ما بدأنا، طبعا وقع فيها الناخبين وكتبوا فيها الرغبات بتاعتهم. وطبعا أنا عاوز بس أقول لحضرتك كلمة للشعب المصري، إن أنا بهنيه على الروح الطيبة اللي ظهرت النهاردة شفناها وانعكست داخل اللجنة، إن العداء اللي احنا كنا شايفينه في الفترة اللي فاتت الحمد لله مش موجود، والكل متقبل النتيجة على فكرة، سواء كان الناخبين أو المرشحين، لأن ظهرت إن شاء الله. وإحنا بنتمنى أن الشعب المصري يختار رئيسه القادم بكل نزاهة، وإن شاء الله إحنا راضيين بالنتيجة أيا كانت زي ما الناخبين اختاروا. مش عايز أطول عشان ما أعملش عليكم أي لخبطة. كما نتابع الآن مشاهدي الأعزاء هذه الأوراق الخاصة بالبيانات التي تم إقرارها وإعدادها طول اليوم للناخبين، بيتم تجميعها جميعا في ملف ورقي واحد وتربيطها كما سمعنا من المسؤول عن ذلك. وهذا طبعا بعيدا عن صناديق الاقتراع التي ستشمع أيضا، والشبابيك أيضا ستشمع كما قالت المستشارة رشا. شايفين المندوبين عن المرشحين واقفين، الأستاذ محمد والأستاذ محمود والأستاذ علاء اللي احنا عملنا معهم لقاءات، والأستاذة دعاء موجودة. و يعني في الحقيقة احنا شايفين جو من التعاون بين الجميع. البطاقات الانتخابية اللي بيحصل عليها كل مرشح فيها الرموز والأسماء والصور. بالظبط كده. أيوه. دول 21 أستاذة مش 22. والله حقيقي الروح اللي احنا شفناها. بتتكلم عن اللقاء عشان احنا بنذيع على الهواء مباشرة طبعا. شافوك ولا لا؟ لا انا مش قصدي. احنا ما زلنا على الهواء على فكرة، بس انا يعني احب انا بس ده بيتصلوا من السعودية وبيطمنوا على الانتخابات. تابعين هم معانا من السعودية حاليا؟ بطمنهم يعني ان العملية ماشية كويسة جدا. سمعوك يعني على الهواء مباشرة، كل حاجة على المكشوف، كل حاجة على المكشوف معانا في الجزيرة مباشر مصر. بيشكروها وعلى المصداقية بتاعتها من أول ما بدأت انتخابات مجلس الشعب حتى الآن. جدا يا راجل، هم ده اللي قالوه فعلا. شكرا جزيلا، شكرا شكرا. معاكم احنا هذه الدفاتر. تم دوركم هنا يا استاذ محمد في الفترة دي. دورنا كمندوبين لمرشحين الانتخابات بنشوف بنشوف فعلا ان المستشار الموجود في اللجنه بيتاكد من صحه شخصيه الناخب، بياخد بطاقه انتخابات يعلم فيها ورا البرافان. اقرب من المستشار كده نشوف برده بتعمل ايه. بيعلم بحجيه تامه ورا البرافان على المرشح اللي هو عايزه، بيحط ورقته في الصندوق بنفسه، بيمضي في الدفتر ان هو حضر. طب اسمح لي هنضم المستشاره رشا تشرح لي ده. لا ده القفل البلاستيكي الأخير بيبقى طبعا برقم مسلسل معين. اضغط بقى كده. احنا دلوقتي بنحاول نخلي الصندوق مغلق تماما بالقفل اللي هو الخامس عشان نبقى متأكدين تماما ان مفيش اي لعب فيه ومفيش اي حد يقدر ايه
يتحرك فيه او يحصل فيه اي مشكله بعد كده. السيريال نمبر بتاع الاقفال والقفل بتاع الصندوق بحيث ان هنيجي تاني يوصل تاكيدات ان الصندوق ده مش ممكن يتلعب فيه. يعني هل انت كمندوب عن مرشح ترضيك كل هذه الاجراءات التامينيه ولا ممكن يبقى فيه كل الاقفال دي يعني هنا هتحط شمع احمر غير طبعا المندوب هيبات جنب الصندوق. المندوب هيبات من المرشح اللي عايز يبات المندوب بالظبط كده. كده خلاص انتهى كده بقى التشميع بقى الشمع الاحمر وبعدين الشبابيك برضه هتتقفل بحيث برضه نبقى اتاكدنا تماما ان الاوضه مغلقه تماما مفيش اي تسريب فيها. الذي يريد ان المبيت الى جانب الصناديق بيبيت فين؟ لا دي ما نعرفهاش بقى. هم بقى فين يعني بره ولا جوه الغرفه؟ بيبات مع افراد الجيش اللي بره خارج الحقل. غلق الشبابيك بيكون ازاي يعني باي صيغه؟ هم هيعملوها دلوقتي بالشمع الاحمر. ايوه هي شمع احمر احمر للشباكين دول والغرفه باب الغرفه الاصلي. ده دور انتهى. في حاجه ثانيه نتابعها؟ في حاجه ثانيه امن الموضوع اكتر يعني؟ قفل الشبابيك قفل الشبابيك ده هناك. لا مش شرط. الان اغلاق الشبابيك اولا ثم الشمع الاحمر المرحله التاليه وتكون تحت تامين وعين ومراقبه القوات المسلحه وايضا مبيت المندوبين عن المرشحين. هذا نموذج طبعا للجنة واحدة. نحن في لجنة الصنايع الميكانيكية في طنطا كما أشرنا في بداية هذه اللقاءات. ويعني هذه هي يعني مرت 10 دقائق منذ انتهاء الدقيقة الأخيرة في هذا اليوم الأول لانتخابات الرئاسة. وفي الغد ستفتح الأبواب وصناديق الاقتراع في الساعة 8 صباحا. اليوم قررت اللجنة العليا للانتخابات مد فترة التصويت لمدة ساعة حين شاهدت أو وصلتها تقارير بزيادة أعداد الناخبين أو المقبلين على التصويت. غدا سننتظر ماذا ستكون القرارات. يعني في محافظة الغربية لم تصلنا أنباء في الحقيقة عن أي قلاقل، وكان هناك بعض الإشاعات التي تم ردها وبعض الإشاعات التي تم تكذيبها بالفعل. لم ترقى إلى حد تسليط الضوء عليها كما تابعنا معكم طوال اليوم. كما نشاهد الآن هذه الملفات الخاصة ببطاقات التصويت اللي هي فيها صورة المرشح ورمزه واسمه والتي كانت تسلم إلى الناخب ثم يأخذها وراء هذا الساتر ليضع علامة صح على المرشح الذي يريد تأييده أو ترشيحه من وجهة نظره ويراه مناسبا لهذه المرحلة الانتقالية، ثم يضعها في صندوق الاقتراع والذي أغلق الآن بما يطلق عليه السيريال نمبر، وبعد ذلك سيشمع بالشمع الأحمر. وشاهدنا منذ قليل غلق الشبابيك وأيضا ستشمع بالشمع الأحمر. إذن نحن في مرحلة الانتهاء من إغلاق أو تجميع هذه الدفاتر لأوراق التصويت أو بطاقات التصويت. هي لحظات مهمة بالتأكيد، لأن دائما اللحظات النهائية من الممكن أن تحدث فيها أخطاء كثيرة، فدائما العبرة بالخواتيم كما يقولون، ولهذا التركيز في هذه اللحظات بالتأكيد يفرق كثيرا في ضبط هذه الإجراءات طوال الساعات المنصرمة. كما نشاهد مندوب عن المرشح الذي أجرنا معه حديث منذ قليل يتحدث إلى المستشارة رشا رئيس هذه اللجنة.
وأفراد القوات المسلحة يتابعون ويراقبون وضباط القوات المسلحة الذين أشار إلى دورهم مندوبو المرشحين. بالتأكيد هي لحظات حية ننقلها لكم من إحدى لجان محافظة الغربية وبالتحديد في مدرسة الصناعية الميكانيكية في شارع أو تقاطع شارع محب مع سعيد في طنطا، والكتلة التصويتية فيها ربما تصل إلى 5000، يعني هي تقارب 5000 ليس ربما فقط، إنما كما صرحت بذلك المستشارة رشا، ونسبة الإقبال أو التصويت اليوم وصلت إلى 50% من هذه الكتلة التصويتية، يعني ما يقارب 2500 تقريبا. وهذا من وجهة نظر المندوبين والمستشارة رشا وغيرهم كان شيء جيد. هنا نتابع تشميع الشباك بالشمع الأحمر، يقوم به مندوب عن أحد المرشحين. هتطلع فوق في لجنة بتشمعه فوق. لا لا هيسلمها هو تويتا. ماشي شمع بس هي تطلع فوق. السنادين كلها تطلع فوق. الأوراق كلها تطلع فوق. الأوراق كلها طلع فوق. طب يبقى هنشمع هنا ليه؟ لما دي ما تتشمعش بقى. مش عايزين يا جماعة أي خسائر. دي ما تتشمعش بقى. اللي هيتشمع في لجنه فوق ثانيه فصل ثاني هيتشمع فوق هيتنقل فيه كل الورق في كل الاوراق والصناديق. امال ده يتقفل بس ولا يعني كل ما يحدث هذا سيتم في الغرفه الثانيه بقى تحت حراسه. ايوه نعم الشمع في مكان فوق هننقل الصناديق مش عارفه بقى عندنا كل الورق عايزه ايه حضرتك اكتبي 3 صندوق القوات المسلحه والشرطه ولا القوات المسلحه قوه التامين تكتبي بقى قائد قوة التأمين عقيد محمد عبد العزيز محمد التوقيع يعني قائد قوة التأمين عقيد محمد عبد العزيز محمد مصطفى أو محمد عبد العزيز محمد التوقيع بتاعنا ولا بتاع حضرتك؟ نفس القلم بقى بنفس القلم يا فندم. لا عمدي القلم بتاعنا. خلاص تمام كده؟ خلاص نشمع بس الصندوق يا فندم بعد اذن حضرتك نشمع الصندوق. نشمع الصندوق بس. نشمع الصندوق. بالتأكيد هي لحظات تاريخية مشاهدي الأعزاء، على الرغم من بساطة هذا الإجراء لكنه لحظة تاريخية ربما تؤثر في مستقبل مصر، لأن نزاهة وشفافية الإجراءات بالتأكيد
سيكون لها مردود كبير جدا في تقبل نتيجة هذه الانتخابات من قبل الناخبين. نحن الجزيرة مباشر مصر تعكس لكم الصورة حية مباشرة، ولكم أن تحكموا على ما ترون من صورة. يعني عايز افهم موضوع الشمع الاحمر. الشريط الاخضر يعتبر هو مسافه الختم بتاع السنه الاخرى. نعم. ده اللي سيذهب الى الغرفه الاخرى للتامين. يدخل الآن أفراد القوات المسلحة كما نشاهد الآن. طبعا سينتقل هذا الصندوق إلى غرفة في الطابق العلوي حيث تأمين على القوات المسلحة، ونحن معهم. كما نشاهد الآن هذا الصندوق وضباط وأفراد القوات المسلحة المسؤولين عن تأمين هذا الصندوق في اليوم الأول للانتخابات في إحدى لجان محافظة الغربية. وهذا نموذج نقدمه عن بقية اللجان الأخرى. رأينا حضور المندوبين عن المرشحين والقوات المسلحة المسؤولة والشرطة وأيضا أعضاء اللجنة الانتخابية الذين أداروا العملية الانتخابية اليوم. استأذننا كده يا فندم. إذن هنا مكان المبيت لصندوق الانتخابات أو صندوق الاقتراع في يومه الأول، والذي عكس في هذه اللجنة أو الذي يحتوي في هذه اللجنة 50% من عدد الكتلة التصويتية التي تصل إلى 5000. سيكون هذا الصندوق في حراسة القوات المسلحة في مبيته إلى أن يصبح الصباح ويتم تسليمه إلى اللجنة. يتم تسليمه إلى اللجنة مرة أخرى؟ سيتم تسليمه إلى اللجنة مرة أخرى أو رئيس اللجنة، وبالتالي تبدأ فعاليات اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية في 8 صباحا كما هي تعليمات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، وتنتهي في 8 مساء إلى يعني أن يصدر قرار أو لا يصدر قرار بمد الفترة كما حدث اليوم. وهذه هي مجموعة الأوراق التي كنا نتابع جمعها ولفها، والخاصة ب بطاقات الاقتراع التي كانت توزع على الناخبين أيضا ستكون في هذا المبيت. نحن طبعا كنا معكم طوال اليوم في محافظة الغربية مجموعة العمل، وكان لنا مجموعات عمل في كل محافظات الجمهورية أو معظم محافظات الجمهورية
كما نشاهد دائما وجود المندوبين عن المرشحين. والآن مشاهدي الأعزاء، وبعد أن تابعنا هذه الإجراءات الخاصة والتاريخية في هذه اللحظات التاريخية، سأعود بكم إلى استوديوهاتنا في القاهرة. شكرا لكم، ونلتقي في الغد بمشيئة الله تعالى.